بس مكملين معاكم ببعض الأسئلة على الضرب. هلأ هون يا مس عندي 7043 بدي أضربهم أو أعمل multiplying by 6. بداية يا مس بدي أحكي 6 كورس 3 كم ضيعتيني 18، نحط 8 هون 1 بالأعلى. هلأ يا مس هون بدي أضرب 6 بال 4 فبدي أحكي بتعطيني 24 plus 1 يعني بدي تعطيني 25. بدي أكتب ال 5 هون و 20 أو I'm sorry 2 هون. هلأ يا مس بنحكي 6 multiplying by 0 أكيد 0 plus 2 6 multiplying by 7 تجعتني يا مس 24. هلأ يا مس ننتقل للفرع الآخر. الفرع هذه يا مس عندي 3862 نعملها multiplying by 9. هلأ يا مس نحكي 9 multiplying by 2 9 multiplying by 2 شو تعطيني يا مس 18 صح؟ نحط هون ال 8 وهون ال 1. 9 multiplying by 6 شو تعطيني يا مس؟ اوكي 54 plus 1 55. 9 multiplying by 8 شو تعطيني يا مس 72 plus 5 شو تعطيني 77. نحط ال 7 خلي هون يا مس عندي 7. 9 multiplying by 3 شو تعطيني يا مس 27 plus 7 34. هلأ هون يا مس بدنا ناخد حل هذا السؤال. هون يا مس نحكي ال 8 كروس 5 لو حكيت كروس او multiplying by نفس الشيء 8 multiplying by 7 شو ضيعتني يا مس 65. 8 multiplying by 1 8 plus 5 شو ضيعتني يا مس 13. نحط يا مس هون 0 2 multiplying by 7 ضيعتني 14 2 multiplying by 1 2 plus 1 بيعطيني 3. نعمل يا مس عملية adding 6 plus 0 6 3 plus 4 7 3 plus 1 4. هيك يا سابع بنكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. يعطيكم ألف عافية.